هذا يقول كيف نرد على من يقول لا نأخذ العلم من علماء السعودية ويقول هم علماء أيضا نفاس وعلماء سلطان؟ أولا أنا أقول ليس كل علماء السعودية أو ليس كل مشايخ السعودية أخذ عنهم العلم، يؤخذ العلم عن أهل السنة سواء كانوا في السعودية أو في اليمن أو في الصومال أو في الجزائر أو كانوا في تونس أو كانوا في ليبيا أو كانوا في أمريكا أو كانوا في أي مكان من الدنيا، يؤخذ من علماء أهل السنة. لا نحصر، لا نجعل العلماء أن نقول العلماء هم مثلا علماء السعودية. من هم علماء السعودية؟ علماء السعودية إذا كانوا من علماء السنة فهم علماؤنا، من أمثال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومن أمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومن أمثال الشيخ الفوزان، شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وشيخنا الشيخ صالح الحيدان، وكذلك الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، والشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، والمشايخ المعروفين بالسنة والثبات عليها، ومن كان على نهج هؤلاء العلماء الأجلاء. أما من كان على غير طريقة هؤلاء ولو كان من السعودية لا نقبل منه، ولو كان من السعودية لا نقبل منه. فنحن يعني ننبه أننا نأخذ العلم من علماء يعني السنة، ليس في قطر من الأقطار، وإنما علماء السنة، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. أما الذي يقول هم علماء حيض ونفاس، نقول أنت عندما تصاب امرأتك بالحيض والنفاس تذهب للعلماء، وعندما تأتي إلى دماء المسلمين تفتي أنت. فلو كنت تعرف دماء وحكم دماء الحيض والنفاس لعلمت ما معنى دماء المسلمين. دماء المسلمين أعظم، ولكن خاب وخسر من يقول ذلك، وهذا دليل على جهل عريض بالشريعة الإسلامية